الحملة الانتخابية في مالي انتهت ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي استعداداً لبدء عملية التصويت في رئاسيات الأحد، انتخابات تنظم وسط توتر شديد وعدم استقرار أمني، بالإضافة إلى مخاوف المعارضين من أن يطالها التزوير. أكثر من 8 مليون ناخب مدعوون في هذا الاستحقاق لاختيار رئيس للبلاد من بين 24 مرشحاً، والمرشحون الأوفر حظاً لرئاسة مالي لفترة جديدة مدتها 5 سنوات الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا ومنافسه القوي زعيم المعارضة سميلة سيسي. أهم القضايا التي تستأثر باهتمام الناخبين تلك المتعلقة بالأمن والمصالحة الوطنية ودحر الإرهاب، فأملهم في أن ينتهي الاقتراع إلى انتخاب رئيس يخرج هذه الدولة الإفريقية التي غرقت منذ 6 سنوات في اضطرابات سياسية وعنف المتشددين شمال ووسط البلاد. أتمنى أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تحسين الأمور في البلاد. الوضع الأمني سيء خصوصا في مناطق الشمال، هناك مشاكل وأزمات اقتصادية. ما ننتظره من هذه الانتخابات هنا في منطقتنا حيث هناك احتياجات هائلة، إصلاح الطرقات والشوارع. سنصوت للمرشح الذي يلبي احتياجاتنا الأساسية. الانتخابات الرئاسية 2018 هي ثاني استحقاق يجرى في البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق أمادو توماني توري في انقلاب عسكري في العام 2012، وأولى نتائجها يتوقع أن تصدر في غضون 48 ساعة على أن يعلن عن النتائج الرسمية المؤقتة بداية الشهر القادم، وفي حال الاضطرار لجولة ثانية سيحدد لها موعد 12 من غشت المقبل.